في خطوة إنمائية هامة على طريق خلق فرص عمل للشباب، اختتمت مؤسسة الفرح الاجتماعية دورة ريادة الأعمال التي خضع خلالها 25 شابة وشابا لتدريب مكثف على ابتكار المشاريع وإعداد دراسة الجدوى والمباشرة بالتنفيذ. الشباب والصبايا اختاروا مشاريع، في مشاريع كان كل شخص لوحده، في مشاريع كان أكثر من شخص مع بعضهم جروبات. بالآخر بالاختتام كانوا هن عم يقدم لجنة التحكيم عم يعرضوا هودي المشاريع. في مشاريع ربحت تتمول مش مصاري، تتمول اكويبمنت، وفي مشاريع ما قدرت تمولت بس كان عندها بوتنشل ان هي تكمل لبعدين، فهي انتقلت لمرحله ثانيه من التدريب لا يشوفوا اذا بيقدروا بيمولوها ايه او لا. نحن مشروعنا خاص بالبيرديز، هي بتعمل اكل وانا بجيب انترتينمنت وفيس بينتينج. انا انترتينمنت لاولاد الصغار، بتلبس ماسكوتس وفيس بينتينج. تمولت لي تمول مشروعكم؟ مشروعنا انتقل لمرحله الاحتضان يلي هو معنا شهر، بخلاله بقرروا اذا بيتمول ولا لا. عم بنشتغل على بروجكت انه بلكن نعلم باسعار كتير مقبوله دورات بهذا الاختصاص، حتى باختصاص الارت. دعم الشباب ومساعدتهم لابتكار فرص عمل بالإضافة إلى مكافحة التسرب المدرسي وتمكين الشباب من تخطي الواقع الاقتصادي المتردي، كلها أهداف توخاها المشروع. اللي عم بيعملوا هيدا المشروع أنه عم بيعطيهم تدريب مش بس كيف يعملوا مشاريع، كمان كيف يكونوا مميزين بهيدا المشروع، كيف يخلقوا أفكار جديدة لأفكار مشاريع موجودة أو غير موجودة. بذات الوقت بيدعمهم بالإدارة كيف يديروا المشروع اللي لقلهم، وبيعملوا يعطيهم بنهاية هيدا التدريب تمويل للمشاريع يلي هن قادرة، يعني الشباب اللي هي قادرة أن تستمر بالمشاريع اللي لقلها والناجحة، وأكيد بتطابق مع المعايير اللي لازم يتمول فيها المشاريع، بتعطيهم التمويل لازم حسب شو بيتطلب مشروعهم. تمول مشروعي من قبل جمعية نوايا، هو هذا المشروع عبارة عن تصنيع صابون البلدي بطريقة مبتكرة، وبنفس الوقت تعليم هيدي الخبرة والمهارة أو تصنيعه من قبل، أو تصنيع هذا الصابون من قبل نساء ربات بيوت بهدف تأمين لهم مورد مالي بيقدر يمكنهم بالمجتمع. خطوة استثنائية بناء خططها مؤسسة الفرح الاجتماعية وشبكة نوايا، خصوصا أن المشروع لا ينتهي عند حدود التدريب بل يستكمل من خلال متابعة الرابحين من قبل أخصائيين لضمان وصولهم بالأعمال فعلا إلى مرحلة الريادة.